رجعنا لكم من بعد الفاصل مشاهدينا، ومعنا بالاستوديو الأستاذ أحمد أبو غيش، مسؤول فريق بلاك تيم. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. إحنا جدا اليوم سعيدين بوجودك معنا، وحابين نعرف عن فريق، كيف بلش الفريق، كيف بلشت فكرته. فيعني أنا دائما بالعادة بعطي دقيقتين للضيف اللي معي يحكي لنا عن موهبته، عن مشروعه، بس يعني أنا حابة أعطيك خذ راحتك، الوقت أنت بدك إياه تحكي لنا عن بلاك تيم. شكرا لك أمل، وشكرا لهذه الاستضافة، الله يسعدك. ومبسوط بوجودي معكم اليوم. بالأول أنا أحمد أبو غوش، مسؤول فريق بلاك تيم. بالأول إيش هو فريق بلاك تيم؟ فريق بلاك تيم هو فريق فني هدفه تعليم الرسم، نشر الفن على مستوى الوطن العربي، سواء كان داخل الأردن أو خارج الأردن. الفريق تأسس بتاريخ 13/8/2018، وبلشنا تقريبا ب 150 عضو، وحاليا داخل الأردن هو عبارة عن 7000 عضو داخل الأردن، وخارج الأردن في 1500 عضو. هيك انتو بلشتوا، طبعا انت اللي بلشت الفكرة عندك؟ بالضبط، أنا أول شيء بلشت فكرة بلاك تيم، كنت حابب أتعلم الرسم، تعلمت الرسم، تمكنت منه. في كتير كان ناس يسألوني إنه كيف أنت تعلمت الرسم، كيف أنت صرت رسام بهذا المستوى. فحبيت أنا أبدأ مشروع بلاك تيم، إني أنشر رسمي، أساعد الناس، الأشخاص اللي ما عندهم موهبة الرسم، إنه يصير عندهم هاي موهبة بالرسم. فبدينا مع بعض بالفريق، علمناهم درجة درجة، بعدين صنفناهم لمستويات مبتدئ. يعني أنتوا كنتوا مسؤولين بهذا الفريق إنك تعلم الناس اللي إلها حس فني بموضوع الرسم. هسا مش بس حس فني، دائما أي حدا بحب يكون رسام، بس إحنا حابين الأشخاص اللي حابين يملكوا موهبة، الأشخاص اللي ما بيملكوا موهبة، فإحنا حابين نعطيهم موهبة. عشان هيك إحنا أطلقنا على فريق بلاك، على فريق باسم بلاك. ليش بلاك؟ أو برضه كان شعارنا مختص، نحن لا نكبر إلا بالظلام. فكان الناس تفكر نحن لا نكبر إلا بالظلام باسم فريق فني، إنه اسم غامض، اسم محطوط بمكان إنه غير مناسب، خصوصا إذا فريق فني. إحنا طلعنا بهذا الاسم لأنه الأشخاص اللي إحنا بنعلمهم رسم أشخاص ما عندهم مواهب، محطوطين بمكان مجهول، ما عندهم موهبة، حابين يصير عندهم موهبة، فإحنا توجهنا لهدول الأشخاص، الأشخاص اللي شايفين حالهم إنهم فاقدين الأمل بحالهم بهاي الموهبة. إحنا منحناهم الموهبة، بنهتم فيهم داخل الفريق، بنعلمهم الرسم، بنعرض أعمالهم، بنقيم لهم معرض. منهم عملنا أكبر معرض فني على مستوى العالم، اللي هو عبارة عن 1000 رسام، عبارة عن 3000 لوحة، تجاوز عدد الحضور 7000 عضو، ما شاء الله، 7000 متواجد داخل المعرض. عمل شو، كيف كانت إنجازات الفريق؟ يعني مثل إيش؟ أول إنجاز إنه مش بالعدد، إحنا ما بنطلع على العدد، بنطلع على الاهتمام بالأعضاء، إيش ممكن نقدم لهم كمسؤولين بالفريق، كأحمد أبو غوش، كأي عضو، كأي منظم داخل الفريق، إيش ممكن إحنا نقدم لهم لهذول الأعضاء المتواجدين. إنجازنا الأول إنه شكلنا عائلة متوحدة، مسكين مع بعض، خلينا الأعضاء منتمين للفريق، بحبوا الرسم. الإنجاز الأول إنه بدينا بتأسيس الفريق. بعدين شوي شوي عملنا أكبر معرض فني في العالم، رقم مش على بس مستوى رقم، مستوى إنه أشخاص منهم 90% أول مرة بيشاركوا معارض، حببناهم بالإشي، شافوا جو المعارض. هذا كان أول إنجاز. بعدين انتقلنا لمرحلة إنه صرنا نعلم مركز الحسين السلطان الأطفال اللي فيه، علمناهم الرسم، اعتنينا فيهم على فترة معينة، بعدين شاركناهم داخل المعرض، بننشر الفن بأكثر من مكان، بداخل المدارس بنعمل محاضرات، داخل الجامعات، مراكز إعادة تأهيل نفسي، بأكثر من مجال إحنا متواجدين بهذا الشيء. ما شاء الله عنكم. طيب وين حابين توصل بلاك تيم؟ وين حابين نوصل؟ احنا ما إلنا بس هدف معين نوصل، احنا حابين انه الكل اول اشي يعرف ايش هو الفنان، يعرف ايش هو الرسم، يقدر الفن، خصوصا انه احنا بمجتمع عربي ما في له اهتمام كثير بالفن، ما في حدا انه يدعم الفنانين او يدعم الرسامين، انه بس اهالينا خصوصا او الاهالي الاعضاء الموجودين دائما بيحكوا انه انت التهب اشي غير الفن، التهب اشي غير الرسم، الرسم ما بيطعمك خبز، بس فعليا الرسم اذا ما طعمك خبز وبيطعميك حياه، هذا الاشي ما ممكن انهم يفكروه. ممكن يعني انتم اعتبرتوه انه يكون ك يعني وسيله لتفريغ الطاقات اللي عندكم، بالضبط تنموا حالكم يعني بالضبط. طيب احكي لي هلا، فعليا في تفكير مادي بيتبع له يعني فريق بلاك تيم، ولا لا التفكير كله معنوي؟ تفكير مادي من اي ناحيه؟
يعني انكم تقدروا تجي تعملوا مبادرات او تعملوا مشاريع بالضبط. تقدروا. هسا عندنا على سبيل المثال احنا بنحاول انه بس نشاركهم انه نبيع لوحاتهم، نعرض لهم بهذا الاشي. يعني على سبيل المثال في عندنا مشروع قادم راح يكون عبارة عن معرض كمان، وهو فكرة لكتاب ل100 مشارك داخل الفريق. الكتاب هذا احنا اتحنا لهم الفرصة، مشارك بكل رسام 100 مشارك، كل رسام راح يشارك لوحتين مع نص. احنا علينا انه ترويج الفكرة على مستوى الشرق الاوسط، الترويج لل100 رسام المشارك فيه. راح ياخذوا الكتاب بسعر التكلفة لهم من المطابع، وقتها هم بيسوقوا على اساس انه يكون الربح لهم. يعني فكرتنا اول اشي للاعضاء داخل الفريق انهم يستفيدوا روحانيا بالاشياء اللي هم يتعلموها، وبعدين اذا ماديا هم حابين يستفيدوا بمجال انهم يتعلموا الرسم، يبيعوا لوحاتهم، يعملوا طلبات رسم. هذا الاشي احنا بنحاول انه نتيحه كمان بنسبة كبيرة، لانه بتعرف انه ادوات الرسم اوقات مكلفة. بحب الرسام او الشخص اللي تعلم الرسم انه يعتمد على حاله، ما يضل انه يعتمد على مصدر مال من اهله، خصوصا اذا كان طالب، او يعتمد على مصدر مال خارجي. لا، بحب انه يشوف انه لوحاته تنباع اساس انه يصرف على حاله، خصوصا بهاي الادوات. اكيد صحيح. طيب احكي لنا مشاكل واجهتكم يعني من اول ما بلشتوا. تمام. احنا كفريق دائما يعني حتى بالبيت بكون في مشاكل، حتى كفريق دائما في مشاكل موجوده باي مكان احنا بنتواجد فيه. كانت اول مشكله انه بتاسيس الفريق انه ما كان في دعم فعلي انه من جهات نحكي ممكن حكوميه او شركات او اي شيء للفريق بشكل واضح. ما في دعم للفريق لغايه الان ولا هلا لحد الان ما في. يعني احنا كفريق انه احنا متمسكين ببعض، احنا بندعم بعض، اذا كان في عندنا كتاب احنا بنتبناه. في يوم اجا وحسيتوا انكم يعني صابكم خلينا نحكي الاحباط؟ احباط اكيد، يعني في خصوصا فترة المعرض انه قطعنا الامل انه جهة حكومية تساعدنا او انه اي جهة، انه اي حد خارجي يساعدنا. قطعنا الامل بهذا الاشي. بالعكس كان الحل الاحلى انه احنا نتشارك بداخل الفريق، انه احنا نقيم المعرض بمشاركة من الاعضاء نفسنا، انه نلم قيمة المقر، الستاندات، الادوات كاملة. احنا كفريق احنا جمعنا مع بعض كامل كل الاشي وطلعنا بالمعرض اخذناه. طيب ليه عملت انت الفريق؟ ليش عملت الفريق بالضبط؟ اول اشي انا بس تعلمت الرسم، كنت حابب انه اطور حالي بالرسم، ما شفت حدا انه ممكن انه يساعدني، انه خصوصا الفنانين الكبار سواء انه على اي مستوى ما كان يساعدني باي اشي. يعني كنت الجأ له انه احكي له انه مثلا حابب انه اعرف نوع رسم فلان، انه كيف انت عملت هاي الخطوات، ما كان قادر انه يساعدني، او خلاص انه يحكي لي انه انا صعب اساعدك، اتعلم لحالك من هذا الحكي. انا حبيت اني اتعلم الرسم كامل على اساس اني اقدر انقل هاي الفكره، مش انه بس انه اقتصر انه يكون انه من الرسامين الكبار. للاسف انه بعض منهم بيكون في عنده انانيه خاصه، انه هو ما بحب انه غيره يعرف نوع رسمه او ينشر الفن. بالعكس الفن اذا ما كان اخلاق فمعنى انت ما تخلي فنك بس ما تخلي بس فنك مجاله انه ماسك القلم، انك بس قاعد تعمل شيء حلو. اذا انت بتقدم لوحه حلوه تمام، وانت ما عندك اخلاق او روح الفنان داخلك، فانت صفى فنك بدون رساله ولا هدف فاضي. بالضبط. فانا عامل الفريق على اساس انه يكون له رساله، او الرساله انه الفن ممكن يغير الشخص داخليا. تمام. قادر يخلي الشخص بشكل افضل واحلى، قادر يشوف الحياه بشكل احلى. مش الفن انه بس انا اعمل لوحات وانه بس ابيع، او انه اخلي الفن بس ماديا. لا، ممكن انه الفن يغيرني انا كشخص، اتعامل مع اهلي بس اكون فنان غير كتعاملي مع اي شخص غير. انا بس اتعامل مع شخص كعباره كانه هو لوحه، غير بس اتعامل مع شخص بس كانه شخص طبيعي. صح. هاي الفرق. تعاملتوا بانسانيتكم بالفريق. بالضبط. طيب وكمان بدي اسالك، بما انه انت المؤسس لبلاك تيم، بدنا منك كلمه لكل اعضاء بلاك تيم، ولوين رح توصل ان شاء الله؟ كلمه لاعضاء فريقي بلاك تيم، الكلمه انه نضل ايد واحده مع بعض بالفريق، اي مشاكل بنواجهها ممكن انه نحلها، نكبر مع بعض. لانه انا كاحمد ابو غوش انا ممثل لفريق بلاك، سواء انه بطلع على التلفزيون او بطلع باي شيء، انا ما بطلع كاحمد ابو غوش الرسام، انا بطلع كاحمد عضو من اعضاء فريق بلاك قبل ما اني اكون كمسؤول، لانه المسؤول لحاله ما بيقدر انه يطلع اذا ما كان الفريق ايد واحده. فانا بطلب انه من الفريق انه يكون ايد واحده بكل شيء، كان سواء سلبي ممكن انه نحله ونخليه ايجابي، واذا كان ايجابي ممكن انه ننشر الفكره لكل انحاء العالم. مش شرط ننشرها بس كبلاك تيم او انه كاسم الفريق، ممكن ننشرها انا تعلمت الرسم، ممكن انشر لغير اللي حوالي انه يتعلموا كمان الرسم. ففكره الفريق انه ننشر الفن. صحيح. فننشر الفن بجميع الاسماء. صحيح. مش شرط باسم بس فريق.
صحيح، انكم تكونوا مثال يعني المتطوعين الباقيين اللي احنا بنشوفهم، والفرق التطوعيه ان شاء الله. والفرق الثانيه اللي عم نشوفها احنا حاليا، لانه كل يوم والتاني صار يطلع، اذا بتلاحظ فريق جديد هاي هي مشكلة. ومبادرات جديد بالضبط، ويعني مش اي ناس بيستاهلوا هذه المسؤوليه، بالضبط. مش اي اشخاص قادرين على حمل هاي المسؤوليه. نتمنى يا رب انه توصل ونشوف بلاك تيم في يعني على مستوى عالمي ان شاء الله. بدنا نوسع الطموح، لانه بدنا نشتغل على طموح عالي ان شاء الله. راح نشوف ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. الله يسعدك يا ربي، واحنا جدا سعيدين بوجودك معنا اليوم استاذ احمد ابو غوش. كل التوفيق يا رب نتمنى لفريق بلاك تيم، واهلا وسهلا فيكم، يعني نورتنا بالاستوديو. نور بوجودكم. واكيد يعني كل التحيه لكل اعضاء فريق بلاك تيم، يعني من اصغرهم لاكبرهم. طيب احنا وصلنا هلا لختام حلقتنا لليوم، شوفونا يوم السبت في نفس الساعه ونفس التوقيت معي انا امل قطامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.